السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين الذين بذلوا أجرهم دون الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. من المساجد البارزة في الثقافة الإسلامية والتي لها أمثلة جلية وكثيرة في عصر وفي عصر الإسلام على مدار التاريخ ثقافة الجهاد. والجهاد لا ينحصر في ساحة الحرب، بل إن كل أمر يمتزج بالجد والسعي والمثابرة في مواجهة العدو فهو جهاد. قد يدعي البعض فيقول إنه بسعيه في أمر معين والتعب في أمر معين قد أضحى من المجاهدين بطريقة وبآخر، لكن ذلك ليس صحيحا. ما كل سعي المرء في أي مجال من المجالات وإن كان فيه تعب ونصب وجهد ومثابرة يسمى ذلك جهاد. للجهاد شرطان، الشرط الأول السعي والمثابرة والجد والنشاط والسعي والمواجهة، والشرط الثاني أن يكون هذا السعي والمثابرة والجد والاجتهاد والمواجهة في مواجهة عدو. أي مشروع ثقافي، أي مشروع سياسي، أي مشروع اجتماعي إذا لم يكن في مواجهة العدو ومشاريع العدو لا يسمى ذلك جهاد. ومثال ذلك السعي نحو التفوق في الدراسة الأكاديمية، وهو حسن وجيد في ذاته لكنه لا يعد جهادا. وهذه من المسائل المهمة التي اعتنى بها بعض العلماء والرموز بعد فترة التسعينيات من العقد المنصرف، فوجهوا الناس نحو الدراسة الأكاديمية ونحو التفوق في الدراسة الأكاديمية. هذا أمر مهم، هذا أمر محمول، هذا أمر مطلوب. إذا كان هذه أو هذا التوجيه في سبيل مواجهة العدو هذا أمر فيه جهاد وهو أمر مطلوب. لكن أحيانا كثيرا الذي يحصل ندفع باتجاه التفوق وحملة الشهادات، ثم نلاحظ أن قسم كبير من هؤلاء الذين تخرجوا ونحن دفعناهم نحو التفوق وحفزناهم ودعناهم عن مالي جانب مادي ومعنوي، ثم نجدهم في صفوف العدو يواجهون الحركة الإسلامية. صحيح؟
وهذا بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ الشهادة الأكاديمية ليست معيار التفوق عند الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان في سبيل ذلك، في سبيل نهضة دينه. ما قيمة ذلك الإنسان الذي يحمل شهادة أكاديمية عاش ردحا من الزمن في حياته، بس من البيت إلى العمل، من البيت إلى الوظيفة، وظيفة جيدة راتبة، جيدة سيارة جيدة، إذا لم يكن هذا العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى وفد الحركة الإسلامية، ما قيمة هذه الشهادة؟ فلا بد أن تكون مشاريعنا فيها أي مشروع ثقافي اجتماعي سياسي. ومن الأمثلة مثلا على سبيل المثال، مؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية كلها في فترة من الفترات تدفع باتجاه التحفيز نحو التفوق، تدعم المتفوقين، تقدم لهم بعض الهدايا. كلهم ممكن نفس الهدف، المسجد، المأتمة، الصندوق، النادي، ولا مؤسسة تتحمل على عاتقها أنها توجه هذا الدعم نحو رفض الحركة الإسلامية. أنا ما سمع، أنا ما سمع، يمكن موجود ولكن أنا ما سمع، بس الحال العام في الجملة ما موجود هذا التوجه. من المفترض أن يكون هناك توجيه واضح، رؤية واضحة، هذه العينة عن تفوقها، أنا أريد لها أن ترفض الحركة الإسلامية، حتى يكون هذا السعي جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فلا يسمى العمل جهاد إلا إذا توفر فيه شرطان، شرط السعي والجد والمثابرة والعمل، والشرط الثاني هو في مواجهة العدو. أي أن يكون هذا السعي وهذا الجهد قربة لوجه الله تبارك وتعالى أولا، وأن يكون في مواجهة العدو ثانيا. حتى نسمي هذا العمل، هذا النشاط، هذا الجهد جهاد. في مواجهة العدو أي بمعنى في دائرة عمل الإنسان، في دائرة العمل وفق المبادئ والقيم، بمعنى أن تحرك جهدك وسعيك نحو التفوق في سبيل الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، وأن تواجه العدو بسلاح تفوقك وسعيك وجهدك. صارت في العام الماضي أو اللي قبله، صار في توجيه عام بالنسبة إلى الخطباء، توجيه نحو التفوق في دراسة الأكاديمية، هذا أمر حسن ومطلوب، ولكن ينبغي التركيز وتوجيه هذا الأمر في كثير من المشاريع غير موجهة، تعيش العشوائية، رؤيتنا غير واضحة في عملنا الاجتماعي أو حتى السياسي. بل أحيانا يكون هذا التفوق لا قيمة
على الحركة الإسلامية. إن أعان الظالم ومشروعات الظالم. أو كم يعيش من حملة الشهادات على عامش الحياة والساحة الإسلامية. أو أن يكون عقبة أمام الوساليين وحجر عثرة أمام تحقيق أهداف الرسالة. مو فقط صير يعني عامل أو مثلا شخص غير عامل غير فاعل في المجتمع، أحيانا يعمل من أجل إعاقة الرساليين وحركة المشطة في الساحة السياسية بفضل شهادته الذي دفعه مجتمعه نحو الحصول على هذه الشهاده. صرع عائد امام تحقيق اهداف الرساله. وهكذا فالجهاد كما يكون في صالح الحرب المسلحه يكون جهادا في الميدان السياسي، جهادا سياسيا في الميدان الحربي يكون جهادا حربيا، في الميدان الإعلامي يكون جهادا إعلاميا. وحتى نوجه هذه الطاقات الشباب نحو خدمة الثورة لا بد من التركيز كأشعة الشمس إذا ركزت في جهة من الجهات أحرقتها. انت اخذ مرآة واعكس أشعة الشمس وجهها مركز على ورقة تحرق الورقة ولا تحرقها. هذه الطاقات المبعثرة الشبابية إذا تحرك في هذه القنوات حتما ستحرق مشروعات الظالم. احنا كم طاقة في المجتمع؟ طاقات كفاءات ما شاء الله، لكنها مع الأسف الشديد غير مركزة غير موجهة مبعثرة في الظرف. وفي الساحة الثقافية يسمى جهادا ثقافيا. إذا عنده قلم خلي حبر قلم، هذا جهاد ثقافي. إلا عنده حس إعلامي وعنده مهارة فنية في الإعلام خلي حركها في الإعلام. لا ينتظر، لأنه جهاد إعلام وذاك جهاد ثقافي. وإلى ما هنالك من ميادين أخرى عديدة، لكن العمل لا يعد جهادا إلا بشرطين. وهذا الحديث حديث السيد الوليد الخامنئي، لأن السيد الوليد الخامنئي هو مرجعيتنا الفقهية والفكرية والسياسية. احنا ما نخشى ان نعلن عن مرجعيتنا وانتماء الى السيد الوليد. كما قال السيد الوليد الخامنئي اعد الله مقامه الشريف ان للجهاد شرطين، اولها السعي والجهد والجهد القربي، وثانيها أن يكون في مواجهة العدو. وحين وحتى تصل إلى مرحلة النصر من الضروري استمرار الجهاد في الميادين المختلفة. البعض يقول أنت إذا حققت شعار الثورة خلنا نخش المزرعة، أو هكذا يقال لنا
ماذا أعدتم لما بعد تحقيق شعار الحرب؟ المطلوب أن هذا جهاد يتواصل في الميادين المختلفة للبناء والإعداد والعمل الدؤوب، لأن لنا عدواً يحاصرنا من كل جانب وهو جاد في عدائه لنا. دون هواد ويريد توجيه الضربات لنا من كل جانب، فعلى الشعب أن يسعى لمواجهة العدو، لا أن يكفر في زوايته. كم شهيد سقط، يكفي لو تحرك عوائل الشهداء في ملف الشهداء تحرك موجه برؤية واضحة لحققت كثير. كم معتقل؟ 10,000. كم معتقل؟ يكفي أن يتحرك عوائل معتقل الناس. هذه محطة المشكلة. فعلى الشعب أن يسعى لمواجهة هذا العدو الذي يصوغ سهامه المسمومة من كل الجهات إلى جسد هذه الثورة. أنتم أيها الشباب، أيها الطاقات، على كل فرد فيكم أن يكون مجاهدا في سبيل الله كل من موقعك، وأن يبني أفراد عائلته على تكليف، كل واحد مكلف في بيته أن يحرك عائلته، أن يحرك أصدقائه، أن يحرك المجموع والمحيط من حوله ومجتمع أن يكون مجاهدا في سبيل الله، كل حسب مستواه وطاقته وإمكانياته. وستجدون أن الأمور مختلفة. ولا تسمحوا لأن تخنوا شعلة الجهاد. في أي موقع من المواقع، في مختلف الميادين، بل اجعلوها تقليد على امتداد مسيرة الثورة حتى تصل إلى تحقيق شعارها ومطلبها. لا بد من بقائها متقنة. هناك أمر مهم يدعون القرآن الكريم أن نفكر فيه دائما وأبدا، وهو النظر في الماضي لأخذ الدروس والعبر، لأن الحكيم هو الذي يعتبر، هو الذي يتعب من دروس الماضي. وعلى الشباب أن يقرأ تاريخ البلد، وشكر جزيل إلى صاحب موقع سنوات الجريش الذي حرك هذا القلم التاريخي، فجزاه الله
عن نظامات الشعب خير الجزاء. شوف التاريخ كيف يحكي لك 250 سنة، مو احنا نصيح ونعلق في رايات في دمرات في بيانات ما لها قيمة. 250 سنة احنا اللي جعلنا على 250 سنة. أن تحكم في أقليل هذا المجموع من الشعب، هذا يحتاج الشعب شعبا كذا أن يتعلم عن اليد. شخص واحد حرك دول في الثورة، من كان يتوقع؟ هذا الأسلوب صحيح أو غير صحيح؟ هذا ليس موضوعنا. أن هذا الشرش حرك شعوب، فكيف إذا اجتمعت هذه الطاقات والكفاءات؟ وفي هذا المجال من الممكن أن يتشتخ البعض من قول إن الماضي لا يمكنه أن يكون درسا مفيدا لليوم. نحن عندما نتكلم في بعض المواقف الماضية لا نتكلم من أجل الاستغراق ومن أجل أن نقول زيد من الناس خطأ في موقف كذا، لا، هذا ليس فعل المؤمنين، إنما فعل المؤمنين إذا ذكر الماضي من أجل أن يأخذ دروسا والعبرة، أن يستعد للمستقبل حتى لا ينتحر مرتين أو ثلاث، حتى لا يقع في نفس الحزن، حتى لا يقع في نفس الأخطاء السابقة. القرآن الكريم الكتاب الصادق المصدق يدعونا للاعتبار الماتات. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين خلوا من قبلكم. من أجل ماذا؟ من أجل الاعتبار الماضي، من أجل أخذ الدروس، حتى لا نكون مثلا. ومعنى ذلك أن نعرف ما حدث بالضبط. لنحدد ما ينبغي أن نقلق من حدوثه مرة أخرى. أغلب القصور الموجودة كانت كلها في أراضي زراعية إلى المواطنين، إلى آبائنا وأجدادنا. اغتصبت، كانوا يغتصبون النساء اغتصاب، بس أشد حكم الكريم، حكم الغطرس، حكم العشوائي. علينا أن نقلق لما يمكن أن يحدث في المستقبل. ومطلوب من الأمة الإسلامية ومن أتباع أهل البيت عليهم السلام لتفكر مرارا وتكرارا لما حصلت واقعة كربلاء. لما هذا الإمام مفترض طاعة الإمام الحسين يخرج بنيف وسبعين فقط من صفوة من الأنصار، لماذا يقتل الإمام؟ وفي واقعنا المفترض أن لا يبقى العلماء والرموز إلى هذا الرف السجود. لو كان شعبا حيا يريد أن ينهض
نريد أن نغير بالفعل عن واقعه وتاريخه. لما سمح بهذه الأعوام أن تمر مرور الكرام. إما العز والكرامة وإما الشهادة فخير الغراس يحمله الإنسان يوم القيامة. وكما بقي المسلمون، الشيعة كانوا ينصحون الإمام الحسين، إمام يفترض طاعة إمام معصوم، أنت لازم في هالفترة في هذا الوضع تسلم لأمر الإمام، تسلم لقول الإمام ولقرار الإمام، تسليم. كانوا ينصحون الإمام بالتراجع. التاريخ يعيد نفسه، لأن الغالب من الأمة هم عاشوا حياة الجهل، حياة الخوف، حياة الدعاء، حياة الراحة، وقفوا على التلال ينظرون إلى الإمام الحسين يقتل يخافون منهم زيادة. وبعد 50 سنة على وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصل الأمر بالوطن الإسلامي إلى الحد الذي يجتمع فيه المسلمون أنفسهم وزراء وأمراء وقادة وعلماء وقضاة وقراء القرآن حتى المرباء والأوباش في الكوفة وكربلاء يجتمعون ويلقون دم فلدة كبد الرسول بهذه الطريقة المكروهة. على الإنسان أن يفكر عميقا ليعرف لما وقع ذلك وبهذا الشكل بهذه الطريقة. والأهم سيد الولي والأهم في دروس عاد الله هو الإبرة. أهم درس، لأن الإمام الحسين ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ هل يريد أن تبقى المعاتم تصبح بذكر الحسين؟ أم أن الحسين يريد من جماهير هذه المعاتم أن لا ترضى في أي عصر وفي زمان للظالم وبقى بقى. الإمام الحسين لم يذهب لساحة القتل والقتال إلا لأجل عزة الأمة وكرامة الأمة. ولذلك هذا الشعار كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. كل يوم عاشوراء ننتهي من 10 محرم المفترض انتفاضة 14 فبراير جديدة وننتظر 14 فبراير. الأولى الاقتداء بثورة الإمام الحسين، هذه مدارس الإمام الحسين. الإمام الحسين وظيفته التعب، هذا الدم يضخ في دماء المسلمين، الحرارة في قلوب المؤمنين. من أجل ماذا؟ من أجل مقارعة العالمين، من أجل حرب على العالمين. إن لم تتوقفوا بالكلمة تتوقفوا باليد، تتوقفوا بالدم.
فالأمر وصل في ذلك الوقت إلى درجة تساق فيها حرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حراها معتقلات السجود. بعض عنا حواحوا شعب حمدية شعب يغلق، تقوم الدنيا ولا تقعد لغلق جمعية سياسية، ولا تقوم الدنيا ولا تقعد إذا ذلك العالم والشر المحرم. هذا معنى خلي غلقه. أنا في وجهة نظري، في وجهة نظري المتواضعة، لو تغتق المآتم كلهم وتشمشم لأن ذكر الحسين ليس مختزل في هذا المعنى. الحسين والاسم الحسين دون نجم في الغروب يصبح حسين. لتتحول الشوارع إلى مآتم، ولن نبرح الساحات إما الإفراج عن الحالة والرموز والمعتقلين، وإما لا تراجع. افعلوا ما شئتم. لو كنا نعقل قليلا لعرفنا أن عار الوزير عندما دخل ماذا صنع، ماذا فعل، لكفر ايش كثر يعني خوى فور ودماء ورموز يصير كذا ومجازا وماذا فعل. هدموا كم مسجد، قتلوا كم واحد، لا يستطيعون ان يفعلوا شيء. الان يخافون من دواعي البحر، ان ابوه مطمئن من دواعي البحر ماخذ. هذا مجرد أبواق ليس في مصلحة أمريكا وبريطانيا أن تخلق جبهة داعشية في شرق الأوسط. لا يخوف الموت. فالأمر وصل في ذلك الوقت إلى درجة تساق فيها حرم رسول الله أمام أعين الناس في الأزقة والأسواق، وفوق ذلك كله يتهمون بأنهم خوارج. ما معنى خوارج؟ خوارج عن هؤلاء خرجوا على الإمام العادل. من هو الإمام العادل؟ أسألكم من هو الإمام العادل؟ انقلبت المفاهيم فصار الإمام العادل هو يزيد عليه رحمه الله. والمقصود بالخارجي في الفكر الإسلامي كل من يخرج ويقوم على إمام عادل فعليه لعنة الله والرسول والمؤمن وهكذا جاءوا للنبي ابن فاطمة الزهراء عليه السلام وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تحت عنوان الخروج على الإمام عادل الذي كان عندهم يزيد بن معاوية، وفعلوا ما فعل والأمة لم تحرق حسن. لماذا صدق الناس أجهزة الحكومة الظالمة والتي كانت تقول كل ما تشاء؟ ولماذا بقي الناس ساكتين والحسين سكت وبنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الحادثة ينبغي أن تحرك ضمير الأمة على امتثال التاريخ. في كل عام ينبغي أن تقوم ثورة. ما
ما الذي يجعل الأمة الإسلامية والتي كانت على درجة كبيرة من المعرفة والدقة بجزئيات الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية تغفل وتتساهل في هذه القضية الواضحة جدا بحيث تجلب هذه الفرجة؟ وبعدين قال لا حتى الذين تخلفوا عن ذكر الإمام الحسين عليه السلام هؤلاء تلكون مقررات شرعية بعد رفعوا عناوين شرعية يقولون للإمام الحسين كيف تنمي إلى نفسك للتهلكة لا يجوز شرعا حرام لا ترموا أنفسكم إلى التهلكة يقول السيد الولد وهذا درس عظيم للمؤمن ونحن الشعب أحوج إلى هذه الدروس لا بد أن تكون لدينا عين ثاقبة ترى الأعماق عين بصيرة تستشف المستقبل ماذا يريد هؤلاء الظالمون في مشروعهم كذا وكذا وكذا وحارس أمين يدلنا على الطريق علماء الفقهاء حماة الدين ومفكرون يوجهون العمل يعمل كذا كذا اكسروا قانونا كذا كذا افعلوا كذا كذا مفكرون مو تلك التربية التي تريد أن تجعل على الناس كالقتيل يصفقون وين عقلنا عقل العالم المطلوب هو إنشاء جيل مفكر وحد يقرأ قادر على أن يتخذ القرار بنفسه مع هذا المشروع أو ذاك المشروع وإرادة محركة تدعم هذه الحركة إرادة صلب إرادة فولاذية قادرة على الوقوف إذا أتى القرار بالوقوف يجب أن يقن تقف هذه الإرادة فالشعب الذي يريد أن تحقق مطالبه ولأن المطالب لا تعطى ولأن تؤخذ ينبغي عليه أن يقف هذه المواقف البطولية القادرة على أخذ هذا الحق حينها سيكون لدينا ساتر محكم وحصن منيع يحول دون نفوذ أي كان وإلا فإذا تراخينا وتراجعنا وسوقت مشاريع الظالم ستتكرر قضية ذاتها وبنرجع إلى قبل 14 خزان وتتكرر المأساة كالبلاء بصورة أخرى على شيعة الحسين وأتباع الحسين ومحبي الحسين وموالي الحسين وستذهب بذلك دماء الشهداء هدرا
الشهيد الذي سقط من أجل قيم من أجل مبادئ يرجو تحقيق هذه المبادئ والقيم، والأمة مسؤولة عن هذه الدماء أن تحفظ المسيرة، أن تواصل المسيرة حتى يتحقق الهدف المرجو من تلك الدماء. ولذلك كان هناك توجيه إلى رابطة عوائل الشهداء بأن يكون لها أو تكون لها رؤية واضحة محددة ويكون لها موقف مستقل، موقف سياسي مستقل عن موقف القوى السياسية والثورية. من المفترض أن هذه جهة الخاصة بعوائل الشهداء، رابطة عوائل الشهداء، ينبغي أن تكون لها رؤية محددة واضحة وموقف في كل مرحلة من المراحل. لأنه لا يمكن أن يحرص على الدم أو يعيش حرارة الدم غير أولياء الدم، وهم الأحق بالقرار. فإذا من اتخذ قرار سياسي جلب الآثار السلبية كانت أو إيجابية على أولياء الدين، فينبغي أن يكون قرارهم موجود حتى يكون شريكا في صياغة القرار السياسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين، وصلي على محمد وآل الطيبين الطاهرين.